وينضم إلي مباشرة من رام الله دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس. تحية لك دكتور أحمد. أهلا بك سيدتي. أهلا بك. يعني سؤال يطرح نفسه بقوة، يعني كيف يستقيم هذا التشبث الإسرائيلي بتفكيك حماس وألا يكون لها دور مستقبلي في إدارة قطاع غزة بأن يكون هناك تطلعات للمضي قدما في تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإنجاح مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن من وجهة نظرك؟ وهذا ما يجعل المفاوضات صعبة جدا جدا، وهذا ما يفسر أولا غموض موقف إسرائيل من مقترح بايدن اللي هو أصلا مقترح إسرائيلي، وأيضا التوجس الشديد من قبل حركة حماس بالموافقة الواضحة على هذا المقترح، لأنه عمليا الكل يهدد والكل يعني يريد أن يقتلع حركة بدهم يتفاوضوا معها، وبالتالي الأمور صعبة جدا. واضح أنه الحكومة الإسرائيلية تختار الخيار الأردأ وهو استمرار الحرب، لأنه الحرب بالنسبة لهذه الحكومة هو الخيار اللي بيعطيها كل ما تريد على المستوى السياسي والمستوى الايديولوجي وحتى المستوى الشخصي، بمعنى انه تضمن الحرب تضمن لهم لهذه الحكومه البقاء، والحرب تضمن لهذه الحكومه كل ما تريده من حيث تحقيق ما يسمى بالنصر، اقتلاع حركه حماس، تصفيه القضيه الفلسطينيه، يعني وبالتالي الحرب يعني اعتقد انه اسرائيل بهذه المواقف المتناقضه هي لا تستطيع ان تقول لا لمقترح بايدن اللي هو عمليا مقترح اسرائيلي، ولكن تستطيع افراغه من مضمونه او استغلال هذا المقترح من اجل على الاقل تحقيق المرحله الاولى، مش كل المراحل. طيب برايكم ما هو او من هو البديل الفلسطيني الذي يشير اليه يوآف جالانت يعني لأن يكون محتمل لسلطة حماس ومطالبته بتمكينه؟ يعني ما الذي يقصده جالانت تحديدا بهذا المطلب؟ الكثير من السيناريوهات سيدتي، كثير من السيناريوهات، يعني حاول الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع بعض عشائر قطاع غزة، حاولت أنه ترتب الأمور مع جهات دولية، مع جهات عربية، مع جهات دولية، مع كل ذلك، مع جهات حتى فلسطينية مقبولة، مع عناصر من السلطة، عناصر من حركة فتح، يعني هي تحاول أن تجد كثير من الأطراف المقبولة اللي ممكن تحكم منطقة منكوبة تماما. وبالتالي وبالمناسبة يعني هذا كله، كل هاي المقترحات هي مقترحات جربت في أماكن كثيرة، مثل مثلا الصحوات في يعني لا أريد أن أشير إلى أي طرف هنا، لكن جالانت عمليا هو يبحث عن من يشتري، يعني يبحث عن من يستطيع أنه يغامر بإدارة منطقة منكوبة ودون تمثيل سياسي. وعلى فكرة جالانت يطلب دعم عربي وتمويل عربي لأي إدارة ممكن تكون في قطاع غزة، وهذا طبعا يعني أخوتنا وأشقائنا العرب لن يقعوا في هذا الفخ إنه مولوا الاحتلال أو مولوا ما فعلوا الاحتلال أو نظفوا ما فعلوا الاحتلال في قطاع غزة. لأن السبب البحث عن، شوف مثلا آخر حوار بين ماكرون وبين نتنياهو، ماكرون قال لنتنياهو، قال له إنه ما دام أنتم هالقد حيرانين بمين يدير قطاع غزة، رجعوا السلطة بس بعد تعديلها، بعد تعزيزها. طبعا هذا كلام أيضا غلط. ما بين حين والآخر نطالع أيضا تهديدات إسرائيلية لنتنياهو بالانسحاب وتفكيك الحكومة وما إلى ذلك، لو تبنت إسرائيل هذا المقترح وعهدناه من التيار المتشدد اللي بيتبناه يعني البعض وعلى رأسهم بتسائيل سموتريتش وإتمار بن غفير وربما غيرهم، إلى أي مدى يعني يشكل ذلك عنصرا ضاغطا على القرار الذي تتخذه إسرائيل بالنظر إلى يعني دوما المسعى الحثيث لإفشال أي يعني مهمة
لتحقيق هذا الهدف، هذا المسعى لإفشال من قبل نتنياهو بالتأكيد. شوفي سيدتي، أنا برأيي إنه هاي الحكومة إذا دخلت تفاوض مع حركة حماس ووصلت لاتفاق، هذه الحكومة ستتفكك تماماً، لأنه هي أصلاً يعني أهدافها المعلنة هو تفكيك حماس، وبالتالي التفاوض مع حماس يعني تفكيك الحكومة الإسرائيلية. اثنين، أنا برأيي إنه ليس هناك فروق بين بن غفير وسموتريتش وبين نتنياهو، وفي تبادل توزيع أدوار تقصدون؟ نعم، توزيع أدوار على فكرة هذا صحيح جداً جداً، لأنه نتنياهو أيضاً زي ما قلنا، إذا 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 ما أدعي صحيح إنه هاي الحكومة بالنسبة لها الحرب هو أفضل الأفضل لأفكارهم ولمخططاتهم، طبعا الحرب رديئة جدا دائما رديئة. فرأي حضرتك هل إسرائيل بتنجح في هذه المراوغة استغراق المجتمع الدولي من خلال هذا التضارب في التصريحات الإسرائيلية، هذا التناقض في التصريحات والمواقف الأمريكية وما إلى ذلك؟ هل هناك أيضا تقسيم أدوار ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ذات المنطلق؟ جدا. وبالنسبة السؤال هو أنه بالإضافة لكلام ما تفضلت به وصحيح، كيف تخسر الشعوب؟ يعني كيف تخسر الحروب؟ هذا يعني هذه الخيارات التي تختارها الحكومة الإسرائيلية بما أيضا بما فيها الإدارة الأمريكية اللي هي شريكة في الحرب، هذا التعنت، هذا الإجرام، هذا الولوغ في الدم، هذا التورط في غزة ورمي غزة، هذا الصدام مع القانون الدولي، مع الرؤية الدولية، كل ذلك يدعو إلى هزيمة متدرجة، هزيمة استراتيجية. لم يحل يعني حتى اللحظة المحتل الإسرائيلي رغم كل الدمار، رغم كل ما ألحقه الفلسطيني من قتل وذبح غير مسبوق، ولكنه هذه القوة دائما للقوة حدود، دائما القوة في لحظة من اللحظات يجب أن تتحول إلى أفعال سياسة. نعم، بالتأكيد. في ولفت للنظر والاستغراب دكتور أحمد أن في فترة سابقة ليست ببعيدة يعني كالت الولايات المتحدة الانتقادات إلى الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو بسبب إدارتها للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وبعد ذلك تبعنا أيضا هناك تهديدات لنتنياهو في حال مضى قدما في خطة اجتياح رفح الفلسطينية بأن توقف الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل. الآن نسمع كلاما مغيرا خاصة في التصريحات الأخيرة لجو بايدن والتي يقول فيها أنه من غير المؤكد أن إسرائيل تمارس جرائم حرب في قطاع غزة، ويختصر الخلاف بينه وبين نتنياهو على إدارة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. تفسيركم لذلك وقراءتكم له؟ تماما، لأن بايدن هو شريك هذه الحرب، هو مول هذه الحرب، غطى هذه الحرب، أدار هذه الحرب، وبدأ ويعني وكان يعني مش بس يساعد في هذه الحرب، أدار أيضا تفاصيلها. لذلك الخلاف كما قال هذا اليوم أيضا، إنه الخلاف مع نتنياهو حول اليوم إذا بنسموه اليوم الثاني، هو اختراع إسرائيلي أمريكي. شو اليوم الثاني؟ عمليا هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المتشددة عمليا تقول إنه هي تريد أن تعيد احتلال أو تعيد إنتاج الحصار والاحتلال على قطاع غزة بطريقة مقبولة، بطريقة حتى ممولة إقليميا ودوليا. بايدن هو لأسباب كثيرة من ضمنها أنه بده يلتفت للحرب في أوكرانيا ويلتفت للمواجهة مع الصين، هو يريد شرق أوسط هادئ، وبالتالي بأنه يريد شرق أوسط هادئ يريد أن يهدئ الحرب في غزة ويعهد لغزة للفلسطينيين مثلا أو الفلسطينيين العرب وهكذا، حتى لا يكون هناك احتلال من جديد وتظل الأمور مشتعلة. نتنياهو بحساباته الضيقة، لأنه مش الإمبراطورية، أمريكا الإمبراطورية، هو يريد إعادة هذا الاحتلال. هذا الخلاف، خلاف إنه هل تحتل غزة، هل تعيد حصار غزة، أم نذهب إلى تسوية مرضية بين قوسين مع العرب والفلسطينيين. حماس على الرغم من أنها تبدي استعدادا إلا أنها متمسكة بمطالبها الرئيسية، وقف دائم لإطلاق النار، انسحاب كامل لإسرائيل، حسم يعني كثير من القضايا الشائكة وعلى رأسها عودة النازحين وما إلى ذلك، وهي تطالب بأن يعني تترجم إسرائيل أيضا يعني ذلك بجدية والتزام بأي اتفاق مزمع. في ذات الوقت إسرائيل مصرة على تفكيك حماس واستبعادها من أي دور في إدارة قطاع غزة. هل يستقيم أن يجلس هذان الطرفان على طاولة واحدة؟ حماس مستعدة على فكرة للذهاب إلى تفاوض وأنا سبق على فكرة، لكن أيضا هي لا تثق بأحد، لأنه إسرائيل
منذ نوفمبر السابق في العام الماضي. حتى اللحظة إسرائيل تتهرب من أي تفاوض، تتهرب من أي اتفاق، وبالعكس حتى حماس عندها في ستة شهر اللي فات عندما وافقت على مقترح شبيه بهذا المقترح إسرائيل رفضته ولم تعتبره على الإطلاق. لذلك حماس يعني تتوجس جدا من هذا المقترح، لأنه ليس هناك أي ضمان على الإطلاق. وبهذا المقترح أيضا إسرائيل لها مطلق الحرية أن تفعل ما تريد، وأيضا إسرائيل لم تكن لديها ستوقف الحرب، وأيضا إسرائيل تكون لديها ستقتلع حماس وتبعدها عن المشهد كله، ولن تعطيها لا دور لا في الحاضر ولا في المستقبل. بالتالي حماس لماذا تفاوض؟ صحيح. رغم أزمتها، رغم أنه حماس مأزومة جدا، مأزومة في الميدان، مأزومة من ناحية الجمهور. وهناك أيضا مسألة نريد فهمها قليلا استثمارا لتواجدك معنا قبل أن يدركنا الوقت، يعني وسوف يحدث ذلك بعد فترة قصيرة جدا. يعني ما يعني إسرائيل مدركة لإخفاقها في حربها في قطاع غزة، ويعني مسألة موثقة، يعني اعترافات من قادة حرب إسرائيليين بذلك. لماذا هذا التحدي السافر للجميع؟ ما الذي يعكسه؟ هذا يعكس أولا عقب القوة، الزعامة، القيادة الإسرائيلية، قيادة أصبحت قلت خياراتها بشكل، أصبحت الحرب هي الخيار الوحيد الرديء الذي يجب أن تذهب فيه، باعتبار أنه هذا خروج من الأمام، هذا شراء وقت، هذا محاولة بحث عن أوهام مثل تحقيق النصر أو تدمير قطاع غزة بالكامل أو الغرق أو يعني أو ربما أيضا حتى نذهب إلى العقل الإسرائيلي، نتنياهو مذكور بأنه اللي بسموه أزمة العقد الثامن، أنه يعتقد أنه أي اتفاق مع حركة حماس هو هزيمة لإسرائيل، وهذه هزيمة سيتردد صداها في الإقليم كله، ستفقد الردع، ستفقد الهيبة، ستفقد أيضا الرغبة في أو إمكانية قيادة المنطقة أو الاندماج في المنطقة. لأنه ليه؟ نحكي بصراحة، حتى الأطراف العربية اللي بتطبع مع إسرائيل ستجد أنه التطبيع مع آخرين أرخص، أقل كلفة من التطبيع مع إسرائيل. تقصد إيه بأزمة العقد الثامن؟ يعني بالفئة العمرية التي يعني ينتمي نعم إليها؟ نعم نعم. هذا ينطبق ايضا على القادم الى البيت الابيض، يعني ايا كان من سوف ترجح كفته، سواء كان بايدن او ترامب، يعني ما هي دلاله ذلك بالنسبه اليكم؟ يعني عندهم نبوءات بتقول انه اسرائيل لا تستمر بعد 80 سنه، لانه كل بس تصل 80 سنه يصير في تشدد كبير جدا، هذا التشدد يقود الى الاصطدام بالقوى الكبرى. في التاريخ القديم اصطدمت في روما وروما سحقتها، الان تصطدم ايضا بامريكا بين قوسين، ممكن جدا انه هذا بالعالم، وهذا ممكن جدا انه الدعم الدولي عندما يقل او يخف او يعاد النظر فيه، اسرائيل تفقد قوتها بشكل على ذكر ذلك. بايدن يرى ايضا بان هذا الاتفاق المزمع هو فرصه ذهبيه لعوده المحتجزين، ما الذي يقصد بذلك؟ يعني ومن هم المحتجزين الذين يتحدث عنهم؟ هل يقصد من الجانبين ام المساله مختصره في اسرائيل؟ اطلاقا المحتجزين الاسرائيليين، لا احد يتكلم عن المحتجزين الفلسطينيين. احنا بالنسبه للعقل الغربي احنا ولا شيء، احنا لا نعتبر، احنا رخاص جدا، رخيصين، دمنا ولحمنا وثرواتنا. كل الكلام عن، شوف الكلام هنا يجب باختصار، الكلام عن امن اسرائيل، عن فك العزل عن اسرائيل، عن في جمله اخيره اتوج بها هذا اللقاء، عذرا، جمله اخيره تفضل. تفضلي. الجمله الاخيره جملة أخيرة، إنه الكلام هنا، المقترح الإسرائيلي الأمريكي لجوات إسرائيل عمليا هو يهدف إلى إنقاذ إسرائيل من نفسها، ومن ثم إعطاها مكافأة التطبيع مع السعودية. شكرا جزيلا. شكرا دكتور أحمد رفيق، عوض رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس، كنت معنا مباشرة. جزيل شكر، وشكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من القاهرة، وبالتأكيد متابعتنا الإخبارية على نيل الأخبار متواصلة معكم. بعد قليل تلتقون ساعة إخبارية شاملة. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.